مبابي يدعم صديقه حكيمي. دعم الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان صديقه الدولي المغربي أشرف حكيمي، وهدد بالتصعيد في حال خرج التحقيقات عن مسارها الطبيعي. وكشف مبابي في حديث صحفي أن القضية أخذت أبعادا غير إنسانية، خصوصا أنه يعرف أخلاق صديقه جيدا مستبعدا سقوطه في مثل هذه الهفوات، وقال: لست ضد القانون ولكنني مع تطبيقه بشكل طبيعي. حكيمي إنسان متوازن على جل المستويات، وأستبعد وقوعه في مثل هذه الأخطاء التي يعاقب عليها القانون. وأصدر باريس سان جيرمان بيانا في الموضوع أكد من خلاله مساندته المطلقة لظهيره الأيمن.